أول خبر معنا في أخبارنا العالمية من جارديان، ولا يمكن توجيه اللوم للأمن المصري في حادث اختطاف الطائرة. قالت صحيفة الجارديان البريطانية أنه بالرغم الطبيعة التي أحاطت اختطاف الطائرة التابعة لمصر للطيران وتغيير مسارها إلى قبرص، إلا أن هذه الواقعة من شأنها أن تثير المزيد من المخاوف في أذهان جمهور المسافرين. وأضافت الصحيفة إلى أن إسقاط الطائرة الروسية التابعة لشركة ميترو جيت في أكتوبر الماضي وما تلاها من تساؤلات حول مدى فعالية أمن المطارات في مصر ألحق ضررا بالغا بصناعة السياحة في منتجعات البحر الأحمر. وأوضحت الصحيفة أيضا أنه حال أثبت أن الخاطف كان مسلحاً أو هرب أو كان يمتلك حزاماً ناسفاً، هذا سيفرض المزيد من التساؤلات طبعاً بالنسبة لسلطات المطار. أشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الخبراء يرون أن حال عدم وجود أي متفجرات على متن الطائرة فإن حادثة مثل هذه يمكن أن تحدث على أي طائرة، وفي هذا السيناريو لا يمكن توجيه اللوم إلى السلطات الأمنية في مصر. ويقول أيضاً المؤلف فيليب بوم أن كابتن الطائرة بوجه عام هو من يقرر إذا ما كان يوجد شخص لديه نية الانتحار أم لا، ومن يقرر إذا كان يجب الهبوط بالطائرة حتى لا يتعرض أي شخص للأذى. تعالوا نروح لآخر خبر معنا في أخبارنا العالمية من ديلي تيليجراف، والنظام السوري عمل بشكل سري لإقناع داعش بعدم تدمير. قالت صحيفة ديلي تيليجراف أن النظام السوري عقد اتفاقا مع تنظيم داعش الإرهابي للحفاظ على تدمر، مشيرة في مقال لمراسل شؤون الشرق الأوسط راف سانشيز إلى أن نحو 80% من الأثار في مدينة تدمر ما زالت في حالة جيدة، إلى أن أعمال الترميم لبعض الأثار المتضررة ستحتاج إلى 5 سنوات على الأقل. أضاف أيضا كاتب المقال أن المدير العام للأثار والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم أكد أن النظام السوري عمل بشكل سري على إقناع تنظيم داعش بعدم تدمير مدينة تدمر الأثرية. ونقلا عن مأمون، فإن النظام السوري عمل بشكل سري جدا مع نحو 45 إلى 50 شخص تقريبا داخل المدينة لإقناع التنظيم بعدم محو معامل هذه المدينة الأثرية خلال سيطرتهم على المدينة التي استمرت نحو 10 أشهر. وده كان آخر خبر معانا في أخبارنا العالمية.